مرحبا، جيناكم تاني بفيديو جديد بلوحة إعلانية جديدة ومقال جديد. هذه اللوحة مقاس 55 بوصة تعمل باللمس، فهي الإعدادات والله متلاحظ إنها هي ممكن توصيلها بالواي فاي، وأيضا ممكن توصيلها بالبلوتوث واليو اس بي، حتى ممكن تغير اللغة وتشوف السعة التخزينية وكل شيء تمام. وأيضا هي تعمل بنظام الأندرويد، وأيضا إذا كنت تريد نظام الويندوز أيضا ممكن تعمل بالويندوز. هذا فيديو نريد أن نشغل الفيديو، ف زي ما ملاحظين انه الفيديو تحت صوره وفوق فيديو، تستخدم نظام او تستخدم برنامج السي ام اس للتحكم في الشاشه. يعني السي ام اس هو ممكن يعرض لك عن طريق السي ام اس ممكن تعرض فيديو او انك تعرض صوره او صوره وفيديو في نفس الزمان تمام. فايضا هي من الامام هذا زجاج مقوى من الامام، وتحت ايضا اذا كنت تريد ان تطبع العلامه التجاريه او تكتب العلامه التجاريه ممكن ان تكتب العلامه التجاريه تحت. وايضا هنا من الخلف هي معدن، لديها معدن مقوى، وايضا تحت هذه مداخل اليو اس بي ومدخل اللان والمدخل حق الانتنه للانترنت. وايضا هي اندرويد، وايضا اذا كنت تريد نظام الويندوز ايضا ممكن ان تعمل عن طريق الويندوز.